لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن نبدأ كالعادة من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، الناجون في البلدة القديمة غربية الموصل لا يزالون يتسولون الطعام. في صحيفة المدى، تحالف جديد يعيد حظوظ العبادي إلى ولاية ثانية ويستبعد العامري والمالكي. في موقع كتابات، ناشطون عراقيون يستغيثون أنقذوا البصرة. في موقع الجزيرة نت، إيران تنتظر ضمانات أوروبية بشأن النفط والبنوك. في العربي الجديد، روسيا تفاوض تركيا على استنساخ سيناريو درعا في إدلب. في صحيفة القدس العربي، الأوقاف الإسلامية بالقدس تحذر من أي قرار إسرائيلي يمس بإسلامية الأقصى. في صحيفة الحياة، الرئيس الأفغاني يرفض استقالة أكبر ثلاثة مسؤولين عن الأمن. السلام عليكم. أنقذوا البصرة هو شعار يعني رفعه العراقيون بالتزامن مع اكتشاف المئات من حالات التسمم بين الأهالي بسبب ارتفاع نسب التلوث في مياه البصرة، وكان سبقته تظاهرات حول تردي الخدمات في المدينة وانقطاع الكهرباء عنها مع احتلالها صدارة مدن العالم الأعلى حرارة لعدة أسابيع مضت. والبصرة لمن لا يعرف مزاياها ليست فقط منفذ العراق البحري الوحيد ومكمن معظم ثروته من النفط والغاز والمعادن، وملتقى نهريها اللذين يشكلان شط العرب ويغذيان أعرق سلالات النخيل، بل هي قبل كل ذلك مركزا حضاريا تاريخيا أغنى هوية العراق وفرادته وتنوعه الثقافي والفكري بحسب مقال للكاتب مشرق عباس. أن يستغيث سكان البصرة الذين تضرب الأمثال بحلاوة لسانهم وطيب معشرهم وحسن أخلاقهم وصبرهم وهم ينامون على بحيرات النفط تحت أرضهم الساخنة، وتؤرخ جدران منازلهم التي صدعتها القذائف وصدورهم التي عبث بها اليورانيوم المنضب لتاريخ من الحروب الظالمة، فتلك مفارقة لا يمكن فهمها إلا في العراق الذي تقف حكوماته أمام حق البصرة بمياه صالحة للشرب مستمرة منذ عقود، كأنها تواجه معادلة رياضية غير قابلة للحل. تسمرت الحكومات العراقية أمام قطع إيران المتسلسل لروافد دجلة وشط العرب، وتسمرت أمام استمرار تركيا ببناء السدود العملاقة التي تدفع البصرة أكبر أثمانها، كما تسمرت أمام اتهامات فساد لمعظم المشاريع الخدمية والاستثمارية التي تم تسليمها إلى أصدقاء الأحزاب من دول مجاورة وثبت أنها مشاريع نهب منظم، وهي تتسمر اليوم أمام سؤال يطرحه شباب لم تمنعهم أيام عيد الأضحى من التظاهر تحت الشمس الحارقة: هل يلام من يتعرض للإبادة على غضبه؟ لا تريد الأحزاب المحتشدة في بغداد لتقاسم مناصب الحكومة أن تستمع إلى استغاثات البصرة، بل إنها لا ترغب بالاستماع إلى استغاثة كل العراقيين. لا يشعر من يضع جواز سفره في جيبه مستعدا للرحيل بقارب نجاة إلى خارج الحدود ببوادر غرق السفينة، إن وظيفته الحقيقية هي ترميم الثقة وتعديل المسارات وفهم اتجاهات الريح. لا يزال هناك ما يبدو فاصلا زمنيا مجهولا أمام الكتل السياسية العراقية من أجل تشكيل الحكومة القادمة في العراق، وهناك حالة من الانقسام والتشرذم بصورة عامة فيما بين الكتل كلها وداخل الكتل نفسها، وهو ما يدل على حالة ملفتة للنظر تبدو ملازمة لهذه الكتل، وهي لا تبدو حالة طبيعية أو عادية يمكن التغاضي عنها أو تجاهلها، بل إنها تعتبر حالة سلبية ومثيرة للقلق والتوجسات بحسب الكاتب مثنى التشادرجي في مقال بموقع كتابات.
لئن كان هناك انقسام واختلاف وتشرذم وتشتت واضح بين الكتل السياسية العراقية بتأثير أياد خارجية معروفة، لكن الدور السلبي الذي لعبه ويلعبه النظام الإيراني بهذا الخصوص هو الأخطر، خصوصاً وإنه يلعب دوره في إفكاء الخلافات والانقسامات حتى داخل البيت الشيعي العراقي نفسه، عندما يجد أن هناك من لا يريد هيمنته ويسعى من أجل تحديد دوره ونفوذه، خصوصاً وأن هناك قوى وشخصيات داخل البيت الشيعي لا تريد أن يصبح العراق حطباً في محرقة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران. ما يهم النظام الإيراني كثيراً هو لا تكون هناك حكومة عراقية خارج سطوتها ونفوذها، وهي بذلك ليست تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإقليمية فقط خصوصاً لها، وإنما حتى التيار الوطني العراقي الذي يعمل من أجل مصالح الشعب العراقي. ذلك أن ما ينتظر هذا النظام من مستقبل غامض ومجهول بعد العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب عليه يدفعه ليعمل المستحيل من أجل إبقاء الساحة العراقية ليست مفتوحة بوجهه فقط، وإنما تكون طوع أمره حتى أكثر من السابق. من المهم جداً أن يعلم الشارع العراقي بأن النظام الإيراني مهما سعى للتغول أمام العراقيين فإنه ليس إلا مجرد قزم أمام شعبه. لم يبقى أمام الأحزاب في العراق الوقت اللازم لإعلان الكتلة الأكبر التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة بعد قرب انتهاء المدة القانونية المتعارف عليها، حيث بات من المستعجل أن يطالب رئيس الجمهورية دعوة البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى، وهذا يعني أنه لم يتبقى للكتل السياسية إلا فترة قصيرة لتكوين الكتلة الأكبر والبدء بتشكيل الحكومة، وعلى العكس قد تعيق هذه الإشكالية الدستورية نظام العملية السياسية التي أقرها الدستور وتدفع بالعراق إلى نظام سياسي غير واضح المعالم والحدود بحسب مقال أمير المفرجي في القدس العربي. وتبدو مشكلة تعذر تشكيل ما يعرف بالكتلة الأكبر التي هي أولى خطوات تشكيل الحكومة الجديدة شيئاً طبيعياً ومألوفاً للمشهد السياسي العراقي نتيجة لاستمرار العملية التوافقية التي جمعت الأحزاب العراقية استناداً إلى مبدأ المكونات وما عرف بمبدأ المحاصصة الذي أتاح لممثلي هذه المكونات حرية المراوغة وتمسك كل طرف من الأطراف بشروطه الفئوية والإصرار على الاشتراك بحقائب الحكومة المغرية لتتشابه في النهاية وتتطابق مع الأسباب السابقة التي حالت في صعوبة الوصول لاتفاق سريع في ولادة الحكومات في فترة عراق ما بعد الاحتلال، نتيجة لدور التوافق الأمريكي الإيراني وقدرته في ترتيب الأمور وتقسيم الحصص بين الأحزاب المشاركة في العملية السياسية. من هنا لم يعد خافياً أن الضوء الأخضر الأمريكي الإيراني التوافقي الذي تنتظره أحدى الكتلتين الرئيسيتين للوصول إلى كتلة تشكيل الحكومة قد يطول ولن يأتي هذه المرة، وهذا ما قد يدفع بالعراق إلى القبول بحكومة طوارئ في حال لم يتم التوصل لحكومة جديدة ناتجة من الكتلة الأكبر، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم وأهمية العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت أخيراً على الوضع السياسي والاجتماعي العراقي. في خضم الأزمة الانتخابية الفاشلة التي عاشها العراق ومقاطعة أغلبية العراقيين المشاركة في التصويت انطلاقاً من فكرة رفض الشارع العراقي لإفساح المجال لعودة الفاسدين والمزورين تحت قبة البرلمان والدور الأمريكي الإيراني في استمرار العملية السياسية، يرى كل من له بصيرة وطنية أن مستقبل العملية السياسية في العراق بات قاتماً مع تفاقم حدة تأثير العوامل الخارجية. تتوالى الصفعات التي تتلقاها سلطة رام الله ورئيسها محمود عباس بدءاً من قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى مدينة القدس، مروراً بالحديث الإعلامي والرسمي عن صفقة القرن، إلى استبعاد سلطة رام الله وتجاهلها من محادثات هدنة غزة، وأخيراً عبر مقاطعة أهم الفصائل والحركات الفلسطينية اجتماع المجلس المركزي، ما يشير إلى ضعف سلطة رام الله وانهيار مكانتها وشرعيتها الداخلية والخارجية على الرغم من تحكمها وسطوتها المالية على غالبية القوى والفصائل الفلسطينية، هكذا يرى الكاتب حيان جابر في مقال له في صحيفة العربي الجديد.
لذلك يمكن القول إن بيانات السلطة ومواقفها التصعيدية في السنوات القليلة الماضية والتي ازدادت في الأشهر الأخيرة تهدف إلى اكتساب شرعية شعبية ولو بحدها الأدنى تمكنها من مواجهة الأخطار التي قد تطيحها، خصوصاً فيما يتعلق بالصراع على تبوؤ السلطة، سواء كان صراعاً داخل حركة فتح بين محمود عباس ومحمد دحلان أو بين بعض القوى السياسية الفلسطينية مثل صراع حركتي حماس وفتح، أو أي صراع آخر داخلي مدعوم إقليمياً ودولياً محتمل تصاعده في الأيام المقبلة، ويعكس صراعاً على إدارة عملية الاستسلام والتنازل عن قضية فلسطين وحقوق شعبها العادلة والكاملة. كما لابد من فضح هزلية هذه الاجتماعات وشكليتها، فالقرار الأول والأخير فيها بيد فتح وربما أبو مازن شخصياً، وهو ما يجعل مقرراتها إجراءات سلطوية فارغة من أي مضمون، حيث تعتبر جميع القوى والشخصيات التي شاركت في الاجتماعات دمى مسرحية يتلاعب بها أبو مازن أو حركة فتح في أحسن الأحوال، مقابل تلقيها منحاً وهبات مالية على كل تمثيلية تشارك فيها في مسرحيات الهروب من الواقع وتحريف الحقائق وتضليل الشعب الفلسطيني. ويختم الكاتب بالقول: لا بد من استمرار الضغوط الشعبية الفلسطينية على مجمل القوى السياسية المسؤولة عن حاضرنا حتى نتمكن من تحييدها عن القرار الفلسطيني مستقبلا، كما لا بد من توخي الحذر حتى لا يفسح الطريق أمام أطراف وقوى أكثر استسلاما وتنازلا وتسويفا، وعليه نحن غير مطالبين بإنقاذ أي من القوى التي عاثت فسادا وخرابا بقضيتنا وحقوقنا العادلة، وإن حاول بعضها التملص من مسؤوليتها التاريخية عما نعيشه اليوم عبر تبني بيانات نارية أو مقاطعة اجتماعات المركزية أو إنكار تضحيتها بالشعب والقضية الفلسطينية في سبيل استئثارها بسلطة وهمية في رام الله أو في قطاع غزة. كل الطرق تؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني، فالتجارب علمتنا أن العراق من الاستحالة أن ينهض إلا بزوال النظام الإيراني، لأن العقدة في العراق ودول المنطقة وثيقة الصلة بولاية الفقيه ومنهجها في تصدير الثورة، أي تصدير العقيدة والفتنة والموت والتخريب. مقال للكاتب حامد الجيلاني في العرب اللندنية يتحدث عن حتمية إسقاط النظام الإيراني. الأحزاب الطائفية وميليشياتها مع جميع طروحاتها في تشكيل الكتلة الأكبر سياسية وطنية وعابرة للطوائف، إنما يراد منها توزيع الكتلة الطائفية على أكبر مساحة من مقاعد البرلمان لتكون المحصلة ربما أشد وقعاً وفتكاً بالقرار الوطني العراقي إن وجد له مكان. التجارب الطويلة علمتنا أن العراق من الاستحالة أن ينهض إلا بزوال النظام الحاكم في إيران، لأن العقدة في العراق ودول المنطقة وثيقة الصلة بولاية الفقيه ومنهجها في تصدير الثورة، أي تصدير العقيدة والفتنة والموت والتخريب إلى كل زاوية في أمتنا العربية كمحطة مباشرة ولنشر فقه الولاية بمرادفات الإرهاب إلى الإنسانية. على كل حال، انتشار القوات الأمريكية في سوريا وتزايد أعداد المقاتلين ومناقلتهم بين العراق وسوريا وتوفد أعداد منهم إلى المطارات والقواعد الأمريكية الصغيرة في العراق مع ما يجري في الداخل الإيراني من هلوسة النظام على واقع العقوبات والاحتجاجات يعيد لنا حقيقة ما قاله مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قبل توليه منصبه الرسمي: حتمية الهجوم العسكري على إيران لإنهاء الإرهاب في العالم. ثمت وجه آخر للحرب والصراع يبدو جلياً في العراق وفي تصريحات بولتون، حيث غطس القرار الأمريكي بإزالة النظام بآثار العقوبات أو بمناوشات الحروب غير المتوازنة بنتائجها الكارثية على إيران، والتي يهدد بها الحرس الثوري والجنرال قاسم سليماني في أيامه الأخيرة، وبإعادة التفاهمات الأمريكية مع روسيا على مجمل مشاكل المنطقة ومشاكل روسيا أيضاً. عن صعود عمران خان في باكستان كتب جعفر عباس في موقع عربي 21: وكشخص متشبع بالثقافة الغربية ومدرك لأساليب دغدغة المشاعر، لجأ عمران إلى خطاب ممعن في الغوغائية، فهو تارة
وطني متعصب، وتارة أخرى نصير للإسلام، وفي بلد عانت كثيرا بسبب عمالة رؤسائه العسكريين المتعاقبين لواشنطن. اختار بذكاء شحن خطبه الجماهيرية بكلام ناري عن الولايات المتحدة، وإن كان من فصيلة كلام الليل يمحوه النهار. مهما قيل في ذم عمران خان فإن لفوزه وجه إيجابي لا زعامة للقدامى، بمعنى أن الشعوب تستطيع التخلص من قادتها السياسيين المزمنين وتعطي الفرصة لوجوه جديدة. أقول هذا وقد ظلت تتردد على مسامعنا طوال السنوات التي عقبت الانتفاضات الشعبية في عدد من الدول العربية تحذيرات من القيادات المتكلسة إزاء كل فورة غضب شعبية. هل تريدون لبلادكم أن تشهد ما تشهده سوريا وليبيا واليمن؟ من يستخدمون فزاعة انتكاسة انتفاضات 2011 لتخويف الجماهير من عواقب التغيير يقولون ضمناً، أي تلميحاً لا تصريحاً، إنهم فقط ضمان الاستقرار، ولا عليهم أنه استقرار بالحديد والنار وبلا ثمار في مجال الخدمات الضرورية والحقوق المدنية. سبق عمران خان في الصعود إلى قمة السلطة التنفيذية جورج ويا الذي فاز برئاسة ليبيريا بالانتخابات الحرة بعد أن نال غالبية أصوات جماهير بلاده التي عانت من الإبادة الجماعية في ظل عنف أهوج استمر ربع قرن كامل. ورغم أن عمران خان لم يقصر في سب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بينهما، منها الاستفادة من مجانية الكلام لبذل وعود للمواطنين بالمن والسلوى، وادعاء أن لديهما قدرات خارقة لتحقيق الرخاء والازدهار. فسياسي الشعبوي حتما نرجسي بنفسه شديد الإعجاب، والشاهد أيتها الشعوب القابعة تحت نير طواغيت منذ عقود. ما من شخص يولد جاهزا لقيادة حزب سياسي أو دولة فأطيح بالأصنام، فلا يوجد شعب رحمه عقيم، وأجمل الأطفال قادمون ساعة فساعة، عيونهم شديدة البريق وعقولهم شديدة الاتساع. كشفت شركة شياومي الصينية النقاب عن هاتفها الذكي الجديد الذي يتميز بميزات عالية وبسعر رخيص. يتميز الهاتف الجديد بوكو اف 1 بأحدث إصدار من شريحة سناب دراجون، معالج متطور من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، بالإضافة إلى بطارية أكبر من المعتاد بقوة 4000 ملي أمبير وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام. والهاتف الجديد يتشابه في المواصفات مع جالاكسي نوت 9، إلا أنه سيكون متاحاً بالأسواق بسعر أرخص مقارنة بالأجهزة الأخرى المنافسة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.